الله موضوع يحفظك. اطفاء الديون اي والديون اللي على المواطنين استعمار هي ديون حكوميه من الدرجه الاولى، لا يمتلك لا الوزير ولا الوزاره ولا ربما حتى مجلس الوزراء اسقاط هذه الديون الحكوميه كونها حكوميه من الدرجه الاولى. نعم. وبالتالي القرارات اللي تصدر بهذا الشان هي سياديه، وسبق ان صدرت قرارات وجنابك مواكب صدرت بالتجميد. نعم. بتجميد الديون اللي بذمه المواطنين لا اسقاطها، وهذه دلاله على ان هذه الديون حكوميه من الدرجه الاولى، ليس لاحد الصلاحيه باسقاط. طيب هو شنو الفرق بين التجميد وبين الاطفاء حتى تكون واضحه الصوره؟ يعني التجميد ان تكون موجوده بذمه المواطنين لكن مؤجله الدفع ربما ليس ما يستحصل قرار او غيره، وبالتالي هي غير يعني لا تستحصل حاليا، هنالك قرار بعدم استحصالها من المواطنين. طيب طبعا اسقاطها يعني ان تحذف من المواطنين، وبالتالي هذا ما يعني ليس متعلق ولا من صلاحيه الوزاره.